استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي معالي الدكتور نيغي إنينغهين وزير الدفاع بجمهورية سنغافورة الصديقة. وأكد سموه إلى أهمية مواصلة تعزيز مستويات التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة ومواصلة العمل على دعم آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالخير والنماء على البلدين الصديقين. وخلال اللقاء تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.